بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في فيديو جديد اللي غادي يكون على الأعداد العقدي طبعا حتى تتم ديال الدرس ديالنا، واللي غادي يكون فيه التطرق لمفهوم جديد اللي هو مفهوم ديال الشكل المثلثي ديال واحد العدد عقدي. إذا غادي نشوفه كيفاش ممكن نحصل على الشكل المثلثي انطلاقا من الكتابة الجبرية، والعكس صحيح عشان الشكل المثلثي كتابة جبرية. سبقنا تطرقنا ما يعرف بالكتابة الجبرية للعدد العقدي، أنا غادي نشوفه ممكن نقولوا أن الكتابة المثلثية أو الشكل المثلثي للعدد العقدي. إذا فاش كناخذ واحد العدد عقدي ديالنا الزد، بطبيعة الحال سيكون غير منعدم، ف إغ اللي كيساوي المعيار ديال العدد العقدي ديالنا، تيتا اللي هو لارغيمون او العمدة ديال العدد العقدي ديالنا، الكتاب اللي كتكتب على شكل اغ عامل كوسينوس تيتا زائد اي سينوس ديال تيتا، بحيث اغ هو المعيار ديالنا وتيتا هو العمدة. هذه الكتابة اللي كتكتب على الشكل هذا، طبعا هنا كيكون زائد كوسينوس كيكون هنا، والحدا اي كيكون هو سينوس اذا كانوا مقلوبين، لا اذا كانت ناقص لا، خص يكون عنده هذا الكتاب من كوسينوس تيتا زائد اي سينوس تيتا، وهنا كوسينوس وهنا سينوس. هذه هي التي تسمى بالكتابة المثلثية او الشكل المثلثي للعدد العقدي. اذا الان غادي نشوفوا شنو هو هذا الشكل المثلثي، ولا كيفاش ممكن نحصل الشكل المثلثي انطلاقا من الكتابه الجبريه، ولا واحد العدد عقدي عندنا الكتابه الجبريه ديالو. اذا غادي ناخذ في المثال ديالنا، كان عندنا الزد كيساوي واحد زائد اي، اذا هذا هو العدد ديالنا. اذا اول حاجه هذه كتابه جبريه، غادي نمشيو للشكل المثلثي. قلنا الزد شحال يكون كيساوي؟ هو اغ عامل الكوسينوس ديال تيتا زائد اي سينوس ديال تيتا. الان اغ كنعرفوه يسمى هو المعيار ديالنا ديال الزد، اللي غايجي كيساوي هو الجذر ديال واحد اس اثنان زائد واحد اس اثنان، اللي غايساوي هو جذر جوج، واحد اس اثنان هي واحد، واحد اس اثنان هي واحد، واحد زائد واحد هي جوج. هنا طبقنا العلاقة، إذا كان عندنا الزد كيساوي اكس زائد اي ايكغاك، فالمعيار ديال الزد كيساوي هو جذر اكس اس اثنان زائد ايكغاك اس اثنان. يعني المعيار ديالنا هذا هو الصيغة العامة كيفاش كنديرو نحسبو المعيار. إذا هنا جا المعيار عندنا كيساوي زد، إذا ولات لدينا الزد اللي كتساوي واحد زائد اي، اش غنمشي ندير؟ حيت هنا عندي المعيار هو اللي معمل به، عامل واحد كوسينوس تيتا زد، دوكا غنمشي نعمل بجذر جوج. إذا فاش غنعمل بجذر جوج؟ غتبقى ليا واحد على جذر جوج زائد اي على واحد على جذر جوج. إذا هنا فاش عملت بجذر جوج، بطبيعة الحال فاش نضرب جذر جوج في واحد على جذر جوج، جذر جوج غتختزل مع جذر جوج غتبقى لي واحد. الان هذه كتساوي هي جذر جوج، غنزيد نبسط واحد على جذر جوج، غتولي هي جذر جوج على جوج زائد اي جذر جوج على جوج. الان هنايا باش نعرف، حيت انا الهدف ديالي شنو هو؟ هو نكتب هادشي على شكل كوسينوس تيتا زائد اي سينوس تيتا، ياك؟ دوك خصني هاد القيم هادو خصني نعوضهم باش، فهم؟ خصني هاد القيم هادو نعوضهم بالقيم ديال الكوسينوس والتيتا. هنا غادي نمشيو بما يعرف بالصيغ بالقيم الاعتيادية ديال المثلثية، هو اللي عبارة عن واحد الجدول اللي شتو في السانكيام ديالكم. هنا كيكون عندنا سينوس، وهنا كيكون عندنا كوسينوس. الزاوية كتكون عندنا الزاوية كنبداو من الصغير للكبير، زيرو بي على ستة، موراها بي على أربعة، موراها بي على ثلاثة، أمورها ب على جوج. دونك هذا هو الجدول ديالنا. اش كندير هنا؟ كلشي يعني بلاصه ما نحفظو، عندكم التقنيه كيف انك ممكن ورقه الوسخ ديالك النهار ديال الامتحان ولا النهار الوطني، كتر ورقه الوسخ مباشره كتجي كدير الجدول ديالك، الجدول كترسمو تمتم، لان هاد الصيغه الاعتياديه هي الاغلبيه كانت بازاو بها باش نقدروا نعطيو الشكل المثلثي ديالنا. دونك هنا شنو كندير؟ كلشي كنقسمو على جوج. إذا هنا تقسيم اثنان تقسيم اثنان تقسيم اثنان تقسيم اثنان تقسيم اثنان، وغنبدا صفر واحد جوج ثلاثة أربعة، يعني كلشي كنقسم على جوج، كنبدا من صفر تكنوصل لربعة، موراها شنو كنجي؟ كندخل الجذر،
الجذر ديال صفر، الجذر ديال واحد، الجذر ديال جوج، الجذر ديال ثلاثة، والجذر ديال أربعة. أنا غنحسب جذر الصفر على صفر، جذر الصفر هي صفر على جوج، عفوا جذر الصفر على جوج، جذر الصفر على جوج هي صفر. إذا غنمسح هادي هنايا، شنو غتولي هنايا؟ عفوا هنا غتجي لنا الشكل ديالنا هكا، دونك هنا غتجي هي صفر. جذر واحد على جوج هي واحد على جوج، جذر جوج على جوج غتبقى، جذر ثلاثة على ثلاثة غتبقى، جذر ربعة هي جوج، هي جوج على جوج دونك هي واحد. دونك هذا هو الحساب ديال السينوس، بمعنى السينوس زيرو كتساوي زيرو، السينوس ديال بي على ستة كتساوي واحد على جوج، السينوس ديال بي على ربعة ده أنا غادي نسميه تيتا، هذا يولي هو تيتا، فوالا هذا هو تيتا. إذا السينوس بي على ربعة جذر جوج على جوج، السينوس ديال بي على ثلاثة هي جذر ثلاثة على جوج، السينوس ديال بي على جوج هي واحد. أما كوسينوس، كوسينوس كنديرو غنشدو من هنا وغنعوضو، يعني واحد اللي كانت في الآخر غتولي هي الأولى، اللي موراها غتولي جذر ثلاثة على جوج. إذا هنايا غتبقى لنا جذر جوج على جوج، هادي غتولي هنايا هي واحد على جوج، وزيرو غتولي بناولي كوسينوس زيرو هو واحد، كوسينوس بي على ستة هو جذر ثلاثة على جوج، كوسينوس بي على أربعة هو جذر جوج على جوج، وكوسينوس بي على ثلاثة هو واحد على جوج. بمعنى هذه التقنية كيفاش ممكن أنك بلا ما تحفظ الجدول تعقل غير على هذه الطريقة وتكتب السياق ديالك وتحطهم حداك. الآن شنو كنبقى نمشي نشوف جدول التغيير، الجدول ديال السياق الاعتيادية ولا ديال القيم الاعتيادية، كنبقى نمشي نشوف شنو في الآخر شنو جاني هنا. هنا جاني واحد على جذر جوج زائد اي واحد على جذر جوج، كنمشي نشوف الجدول، الجدول ما عنديش أنا واحد على جذر جوج، ولكن شنو راه واحد على جذر جوج، راه هي جذر جوج على جوج. شنو هي جذر جوج على جوج؟ على جوج راه كتساوي جذر جوج تقسيم جوج، راه هي جذر جوج مضروبة في جذر جوج، حيت جذر جوج جذر جوج هي جذر جوج أس اثنان، غتولي لك هي جذر جوج أس اثنان، وهنايا مع الأس مع الجذر تزول غتبقى لك هي جوج. إذا في الآخر شحال غادي تبقى؟ هي هنا جذر جوج غتختزل مع جوج، وغتبقى لك هي واحد على جذر جوج. بمعنى أنا علاش بسطنا هادي؟ يعني هادو راه في الآخر متساويين، نفس الصيغة. علاش كتبت على شكل جذر جوج على جوج؟ حيت هي الصيغة اللي عندي في الجدول ديال القيم الاعتيادية، ما عنديش واحد غير باش كتبان لي مزيان. الآن فاش كنهضر على جذر جوج، جذر جوج هاد القيمة ممكن نعوضها هي الكوسينوس ديال اش؟ ديال بي على أربعة. ها هي كوسينوس بي على أربعة، كوسينوس بي على أربعة كتساوي جذر جوج على جوج. دونك ملي كتقول لي كوسينوس بي على أربعة راه هي جذر جوج على جوج، حيت انا خصني نكتبها بالصيغه المثلثيه، خصني نكتبها بالقيم ديال كوسينوس وسينوس هاد القيم باش كنحصل على الشكل المثلثي ديالي. اذا هنايا عندنا كوسينوس ديال بي على 4 زائد اي على قلنا عاوتاني السينوس ديال جذر جوج على جوج. شنو هو السينوس ديال جذر جوج على جوج؟ شنو هي جذر جوج على جوج؟ هي 4. راه ممكن نكتبها بدلاله السينوس، هي السينوس ديال بي على 4. فوالا بي على 4. دونك شنو ولا لي الان الشكل المثلثي ديالي؟ هو هذا ديال الزيت، هو جذر جوج عامل كوسينس بي على 4. بمعنى ان المعيار ديالي شحال كيساوي، او لا اغ في هذه الحاله شحال لقيناها كيساوي؟ اغ كيساوي جذر جوج، و تيتا شحال لقيناها كتساوي؟ هي بي على 4 طبيعه الحال بتكرار ديال بي. هنا انا قدرت نخرج الدلتا ديالي، واغ حيت تيتا راهي لاغيمون ديالي او لا العمدة ديالي. اذا هنايا في هاد التقنية شفنا عاوتاني كيفاش ممكن نخرجو ولا نحسبو العمدة ديال واحد العدد عقدي اعتمادا على الشكل المثلثي اللي كنستنتج العمدة ديالي. الان غندوزو لبعض الخاصيات في العلاقات. اذا عندنا هنا اذا كان الزد عددا عقديا غير منعدم، اذا كان اغ هي هادي، فان المعيار ديالي بطبيعة الحال بحال دابا هنايا خرجنا التيتا شحال لقينا كتساوي بي على 4، اغ شحال كتساوي؟ بمعنى من شنو غادي نقول؟ ان المعيار ديال الزد شحال كيساوي؟ هو جذر جوج، والعمدة ديالي لاغيمون ديال الزد شحال يوافق؟ يوافق هو بي على 4 بتكرار دو بي. هادي الشيء اللي كيبغي يقول لك خاصية، ان اللي كان عندك الشكل المثلثي مباشرة كتخرج المعيار ديالك ولاغيمون ديالك او لا العمدة ديالك. مثلا الى شديت قلت لك ان الزد كيساوي 7 عامل السينوس ديال 5 بي على 3 مثلا، زائد عفوا كوسينوس، نديرو كوسينوس زائد اي سينوس ديال 5 بي على 3، هذا عدد العقد، عطيتك الشكل المثلثي ديالو.
إذا من هنا شنو نستنتج؟ أن المعيار ديال الزيت شحال يجي كيسال؟ 7. والعمدة ديالنا لاغيمون ديال الزيت سميوها الزيت بريم، يعني عندنا في المثال الآخر، دونك لاغيمون ديال الزيت بريم شحال يجي يوافق؟ يوافق هو 5 بي على 3 بي تكرار دو بي. يعني الخاصيات اللي بغات تقول لك أن من الشكل المثلثي كنخرج المعيار وكنخرج العمدة مباشرة غير من الشكل المثلثي. هنا مثلا الان غادي نشتغلوا على الاعداد التاليه ولا المثال التالي، نحدد الشكل المثلثي للعددين زد و زد بريم. اذا الزد كيساوي، قلنا هنا نزيدو، اذا هضرنا على الحمد لله. دابا هنايا شنو نهضر؟ غادي نهضروا دابا على الزد ديالنا، هو 1 زائد اي جذر 3. الزد كيساوي 1 زائد اي جذر 3. اذا اول حاجه غنمشي نحسب ار اللي كيساوي هو المعيار ديال الزد اللي هو 1 اس 2 زائد الغاز سين 3 اس 2. اذا غادي يجي كيساوي هو غاز سين ديال 4 كيساوي هو 2. اذا هنايا غيولي كيساوي لنا الزد كيساوي 1 زائد اي جذر 3. غادي نعمل باش بجوج، شحال غتبقى عامل الماده؟ 1 على 2 زائد اي جذر 3 على 2. الان غادي نمشي نسرع عندك الجدول ديال السياق الاعتياديه اللي عندنا للشنا قبيلتي، شوفوا فوال، وغادي نمشي نشوف شنو اللي كيساوي 1 على 2 في الكوسينيس ديالنا. اللي كيساوي 1 على 2 في الكوسينيس هو 1 على 2، هو كوسينيس 1 على 2 هو بي على 3. وبالتالي غادي نرجع للعمليه ديالي، فوال نرجع للعملية ديالي، وغادي تولي هي شنو؟ هي جوج عامل. قلنا كوسينوس ديال بي على 3 هي اللي كتساوي 1 على 2، زائد اللي كيساوي جذر 3 على 3 هو سينوس ديال بي على 3. وبالتالي هنا لاغيمون ديال زد يجي كيساوي او لا يوافق بي على 3 بتكرار دو بي. هذا هو العمدة ديالي. بطبيعة الحال الـ R راه ديجا حسبناه لقينا كيساوي هو جوج، هادي في الحالة الأولى. الآن الحالة الثانية اللي خصكم تنتبهوا معايا مزيان، عندنا الزد بريم كيساوي ناقص جوج زائد جوج جوج إي. إذا هنا أول حاجة غادي نمشي نحسب المعيار ديالي، المعيار ديالي اللي هو R اللي كيساوي ديال الزد بريم اللي غيساوي هو ناقص جوج أس 2 زائد 2 أس 2. إذن غتولي لك هي 4 زائد 4 هي جذر 8 اللي ممكن نبسطوها تولي هي 2 جذر 2. والآن غادي نمشي نعمل بجوج جذر 2. إذن 2 جذر 2 عامل ناقص 2، إذن غتبقى لنا هي ناقص 1 على جذر 2 زائد وإي مضروبة في 1 على جذر 2. إذا هنا غتولي كتساوي هي 2 جذر 2 عامل، إذا 1 على جذر 2 غتولي ناقص جذر 2 على 2 زائد إي جذر 2 على 2. الآن هاد جذر 2 وجذر 2 على 2 خصني نعوضها بالقيم ديال الكوسينوس والسينوس. بطبيعة الحال جذر 2 على 2 هي ديالاش؟ هي ناقص الكوسينوس ديالاش؟ ديال بي على 4 زائد اي سينوس ديال بي على 4. اذا هذه هي الصيغه اللي وصلت ليها اللي مكتوبه بدلالات السينوس والكوسينوس. ولكن هنا انتبه، هنا شنو عندي؟ عندي واحد الناقص هنايا، والصيغه المثلثيه ولا الشكل المثلثي خص كلشي يكون فيه زائد، دونك هاد الناقص خص نرجعها زائد. كي غادي ندير هنا؟ نرجعوا للصيغ التحويل اللي شفتوها في الجذر المشترك وعاودت شويه في التيزيام. الان غنديروا التطبيقات ديال اللي كنبقى نديروه في ما يعرف بالشكل المثلثي، كيفاش نحصل على الشكل المثلثي. الان اما انك كتحفظ العلاقات، مثلا كتكون عندي كوسينوس ديال ناقص اكس كنعرفها كتساوي هي كوسينوس ديال اكس، الكوسينوس مثلا ديال بي ناقص اكس مثلا كتساوي هي ناقص كوسينوس ديال اكس، كوسينوس مثلا عاوتاني سينوس ديال ناقص اكس كتساوي ناقص سينوس ديال اكس. هذه واحد المجموعه ديال القواعد ولا ديال العلاقات المثلثيه اللي شفتوها في السانكيام ديالكم وكتبقاو تشوفوها في السيزيام وكتحتاجوها الان.
انا نحاول نعطيكم واحد التقنيه او واحد الطريقه اللي غادي تبقاو تعرفوا مباشره كيفاش ديروا هاد التحويلات هادو، يعني كيفاش تحول هاد الناقص الى زائد. شوف، غادي ناخذ الدائره المثلثيه ديالنا، هذا محور ديال اراتي افاصيل، وهذا الاراتي، هذا هو الكوسينوس وهذا هو السينوس. الان هذا بطبيعة الحال هو المعلم، هذا هو او. اذا هنا كيكونوا الاعداد الموجبة، هنا عندنا واحد، هنا عندنا ناقص واحد، هنا ناقص واحد، وهنايا واحد. اذا هذه الجهة هذه كتكون الاعداد الموجبة، وهنا الاعداد الموجبة. هذه الجهة اللي منقط، هنا كاين السينوس موجب والكوسينوس موجب. فهذه الجهة مثلا كاين السينوس موجب، السينوس هو اللي كيتقرا على محور الاراتيل اللي هو ايغريك، والكوسينوس هو اللي على محور الافاصيل اللي هو لي زيكس. دونك هنا فاش كنهضر على هذه الصيغه هذه من او حتى الواحد، هذه الصيغه الموجبه، هذه هنا كنهضر على الصيغ موجبه. كنهضر هنايا على الصيغ موجبه. هنا فاش كنهضر على القيمه الكوسينوس في هذا الجانب هذا، كنهضر على الصيغ سالبه. اذا هنا في هذا الربع الاول ديال الدائره، هذا الربع الاول ديال الدائره كنسميوه اكس. شنو كيكون الكوسينوس؟ الكوسينوس كيكون موجب، والسينوس حتى هو كيكون موجب، كيكون عندنا اكس. في هذا الربع الثاني هذا شنو كيكون عندنا؟ كيكون عندنا بي ناقص اكس، يعني نسميوه بحال هكا، نسميوه هذا الربع الاول هذا سميتو اكس، الربع الثاني نسميوه بي ناقص اكس. اذا في هذا الجانب هذا شنو كيكون عندنا؟ هنا السينوس كيكون موجب والكوسينوس كيكون سالب، يعني كتكون عندنا ناقص عند الكوسينوس. في هذا الربع الثالث اللي هو هذا شنو غيكون عندنا؟ غيكون عندنا بي زائد اكس. اذا هنا شنو كيكون عندنا؟ ناقص في السينوس، السينوس كيكون سالب والكوسينوس حتى هو كيكون سالب. وفي هذا الربع هذا كيكون عندنا الكوسينوس موجب ولكن السينوس سالب. الان عندي ثلاثة أربعة ديال الأجزاء اللي قسمت بهم الدائرة، كنبقى نشوف على حسب الحالة ديالي. مثلا في الحالة ديالي هنا شنو عندي؟ عندي الناقص في الكوسينوس والزائد في السينوس. كنمشي للدائرة ديالي كنشوف الربع اللي فيه السينوس موجب والكوسينوس سالب، الربع هو هذا، هذا الربع هو اللي فيه الكوسينوس سالب والسينوس سالب. إذا وسط الكوسينوس، إذا الصيغة التحويل اللي نستخدم هي هذه بي ناقص إكس. طبيعة الحال إكس في هذه الحالة كتمثل هي الزاوية ديالك، بمعنى شنو غتولي؟ هي جوج جذر جوج عامل الكوسينوس ديالك، عفوا الكوسينوس ديال بي ناقص بي على أربعة زائد إي سينوس ديال بي ناقص بي على أربعة. وكنكمل الحساب ديالي، كتولي هي جوج جذر جوج كوسينوس ديالك أربعة ناقص واحد تلاتة بي على أربعة زائد إي سينوس ديال تلاتة بي على أربعة. إذا هادي ولاتنا هو الشكل المثلثي ديالنا، بحيث أن الزاوية تيتا ديالي توافق هي تلاتة بي على أربعة بتكرار دو بي. دونك من هنا كنحصلو على قياس الزاوية على الشكل المثلثي ديالنا. طبعا هاد الحالة الدائرة ديك الساعات حاولوا تعاودوا الفيديو وتفهموها مزيان، لأن هادي كتختصر على راسك الحساب، كتختصر على راسك التفكير، كتحط حداك السالب موجب هادي ومباشرة كتختم بها. الآن غادي ندوزو للشكل الخاصية أخرى، هي ديال تساوي عددين عقديين متمثلين بشكل ما المثلث. إذا جو ديال الأعداد العقدية، لا قبل منا كان عندنا هنايا واحد التمرين لي نكتب على الشكل المثلثي العددين التاليين. فوالا الزد كتساوي ناقص جوج كوسينوس ديال بي على أربعة زائد إي سينوس بي على أربعة، و الزد بريم كتساوي كوسينوس بي ناقص إي سينوس ديال بي على ثلاثة. مزيان، غنبداو بالعدد الزاد ديالنا. في هذه الحالة خليو ديك الدائرة المثلثية حدانا، غنحتاجوها لأن يعني هي منا هي اللي غتبقى تعاوننا كيفاش نديرو هاد التحويلات على ملي كيعطيك واحد الشكل المثلثي وتشتغل عليه.
مزيان. دونك عندنا الزد كيساوي ناقص جوج عامل، اش قلنا عامل الكوسينوس بي على 4 زائد اي سينوس ديال بي على 4. دابا هنا رد البال، هنا عندنا واحد الناقص ما خصهاش تكون، هنا دائما خصو يكون عدد مجبر، كيكون اغ عامل لكوسينوس ديال بي على 4 زائد اي سينوس ديال تيتا، عفوا ماشي بي على 4، هي خصها تكون تيتا لواحد الزاوية. هذا هو الشكل المثلثي ديال واحد العدد عقدي، اي عدد عقدي هذا هو الشكل المثلثي ديالو. ولكن هنا ما عنديش هذا، هنا عندي هذا الناقص خلقان لي مشكل، المعيار دائما كيكون موجب. اذا شنو غادي ندير؟ غندخل هذيك الناقص، غتولي هي جوج، هنا رجعت المعيار ديالي موجب، وغتولي ناقص كوسينوس ديال بي على 4 زائد ناقص، عفوا هنا غتولي لنا ناقص اي سينوس ديال بي على 4. الان عندي كوسينوس بي على 4 سينوس بي على 4، ولكن عندي هنايا الناقص، الناقص خصني كيفاش نرجع الزائد؟ كان ندير نرجع الزائد، نرجع لهاد الدائره المثلثيه، هذا الشكل اللي عطيتكم اياه. يعني شنو عندنا هنايا؟ غادي نشوف فين عندي الناقص والناقص، فين عندي الناقص والناقص؟ هي في هذا الربع الثالث ديال الدائره، هي في الناقص سينوس، في الناقص كوسينوس. دونك هنا شنو غتولي؟ هي جوج عامل لماذا؟ بحال ملي غنبغي هاد الناقص غنبغي نزوله، خصني هاد الشيء اللي وسط اللي وسط الكوسينوس نزيد عليه بي، يعني شنو غتولي؟ كتزول داك الناقص وكتولي هي الكوسينوس ديال اش؟ ديال بي زائد بي على 4. وهنا زولت داك الناقص، علاش؟ لان شنو الكوسينوس ديال بي زائد بي على 4؟ راه كتساوي ناقص الكوسينوس ديال بي على 4، يعني بحال كتقلب لك الاشاره، يعني كنزول الاشاره كي كندير كنزيد بي. والسينوس كذلك كتولي زائد اي سينوس ديال اش؟ ديال بي زائد بي على 4. وكنكمل الحساب ديالي، دونك كتولي لنا هي جوج عامل الكوسينوس ديال 5 بي على 4 زائد اي سينوس ديال 5 بي على 4. وهنا كتبت الشكل المثلثي ديال العدد الزائد ديالي. في الحالة الثانية تما اللي طلبنا، اللي هي الزد بار زد بريم، عفوا عاوتاني نفس القضية غنحاولو نطبقو تما. عندنا هنايا زد بريم شحال جا كيساوي كوس بي على 3 كوسينوس بي على 3 زائد ولا ناقص اي سينوس ديال بي على 3. هنا ممكن نعتبر ان بحال واحد هو داك المعيار ديالي، ولا هو اغ لا كوسينوس بي على 3 ناقص اي سينوس بي على 3. اذا في هذه الحالة شنو غنديرو؟ عندي هنا كوسينوس فيه الزائد والسينوس فيه الناقص، غنمشي مبقاش فيه الكوسينوس موجب والسينوس موجب، ها هو كاين في هذا الربع هذا الاخير ديالنا. هنا شنو هذا؟ هذا قلنا سميناه هو ناقص ناقص اكس، هذا الربع هذا يتسمى هنا اكس، هذا بي ناقص اكس، هذا بي زائد اكس، وهذا كيتسمى ناقص اكس. بمعنى هنا غتولي لك هي واحد عامل الكوسينوس ديال اش؟ ديال ناقص بي على 3 زائد اي سينوس ديال ناقص بي على 3. هنا الزاوية فيها ناقص بي على 3 ما كيهمش، واخا تكون سالبة، لأن هنايا كنت كنقصد أني مشيت مع عقارب الساعة اللي كانت هذه هي الدائرة ديالنا المثلثية، هنا كنمشي عكس عقارب الساعة كنكون موجب، فاش كنمشي مع عقارب الساعة كنكون سالب. إذا في الأخير هنا هذا هو الشكل المثلثي ديالنا، إغ بحيث إغ كيساوي واحد، وتيتا يوافق ناقص بي على 3 بتكرار لبي. دونك هذا هو الشكل المثلثي ديالنا. الان غادي نشوفوا الخاصيه ديال التساوي، جوج الاعداد عقديه كيكونوا متساويين انطلاقا من الشكل المثلثي ديالهم، ملي كيكون عندهم نفس الارغيمون، ارغيمون زد يوافق ارغيمون ديال زد بريم تكرار لبي، والمعيار ديالهم كيكونوا متساويين. مثال نعتبر الاعداد العقديه، ناخذ الزد كتساوي جوج كوسينوس زائد جوج سينوس ديال ا، و غناخدو زد بريم مثلا كتساوي هي بي كوسينوس ديال بي على جوج زائد بي سينوس ديال بي على 3. اذا هنايا نعتبرو ان او بي اعداد موجبه، صافي نعتبرهم عددين موجبين. اذا نحدد القيمه ديال او بي و زد بحيث انهم يكونوا متساويين، غنكتبو زد و زد بريم ونحاولو نخرجو النتيجه ديالنا. إذا قلنا غنعتبرو أو بي أعداد موجبة باش نشتغلو في المثال ديالنا بسرعة.
الحالة ديال ان اختناهم ار، غتكون تما ديك الساعات ان بي ممكن تكون سالبة، وغتبدل واحد شوية العمليات وغنستخدموا هاد الدائرة ديال النحت. دونك عندنا الزد كيساوي، قلنا هو جوج كوسينوس ا زائد اي سينوس ا، زائد جوج اي سينوس ا، ياك مزيان. وعندنا زد بريم كيساوي هو بي كوسينوس بي على ثلاثة زائد اي بي، ولا بي اي سينوس بي على ثلاثة. الآن الزد غيولي هو جوج عامل لكوسينوس ديال أ زائد إي سينوس ديال أ، والزد بريم غيولي كيساوي هو بي عامل لكوسينوس ديال بي على ثلاثة زائد إي سينوس ديال بي على ثلاثة. طبعا هاد الحال، في هاد الحالة إذا كان بي موجب راه ما كاين حتى شي مشكل في الشكل المثلثي ديالنا، ولكن الا كان سالب يخلق لي مشكل، لان يعني خصها تولي هنا الناقص وغتولي هنا الناقص، وديك الساعه خصني ندير واحد صيغه التحويل على هادو اللي غتولي فيها الناقص والناقص، بمعنى تولي بي على 3 زائد بي على الخدمه. ولكن حنا علاش قلنا ناخذ ان هنا يعني فصل الحالات وصافي، هنا غناخذ ان بي موجب، يعني بي اكبر من الصفر، يعني ما نضطرش ندير هذا الفصل الحالات، يعني تولي الناقص الناقص، لان ديك الساعه تيكون عدد سالب، حنا نديرو غير عدد موجب. اذا هنا الا كان هذا موجب، وهنايا عندنا كوس جوج كوسينوس ا زائد اي سينوس تيتا، دونك هذا راه الشكل المثلثي ديال الزد والزد. اللي باش يكونوا متساويين خص لاغيمون ديال الزد يكون كيوافق لاغيمون ديال الزد بريم. وفي هذه الحاله شنو غادي يكون عندنا؟ لاغيمون ديال الزد شحال كيساوي؟ هو ا، شحال يجي يوافق لاغيمون ديال الزد اللي هو بي على 3 بتكرار دو بي. طبعا حتى هنا بتكرار دو بي، وبالتالي عاوتاني بي ديالنا شحال يجي كيساوي؟ بي غيكون كيساوي، او لا عفوا، هنا غيكون عندنا بحال المعيار ديال الزد خصو يجي كيساوي المعيار ديال الزد بريم، يعني بحال اخ خصها تكون كتساوي ديك اخ بريم كيساوي المثلثية. دوك المعيار ديالي هنا شنو غادي تستلزمني؟ ان بي كتساوي جوج، وبالتالي بي كتساوي جوج، ولا غيمون ديالي ولا ا كتساوي بي على ثلاثة بتكرار دو بي. هذه في الحالة ملي كنفترضو ان بي عدد موجب بطبيعة الحال، حيث عدد بي سالب، دونك انا خصها تولي ناقص ناقص، وغنمشيو نطبقو هذا الجزء هذا بالضبط هو اللي غيطبق لنا هنايا. إذا هنايا العلاقة بين الشكل المثلثي والشكل الجذري للعدد العقادي، الخاصية إلا خدينا واحد زد عدد عقادي وهذا الشكل المثلثي ديالو، الآن بحال اللي كنقولو كيفاش ممكن نبقى ننتقل من الشكل المثلثي للشكل العقدي ومن الشكل العقدي للشكل المثلثي ديالنا. اذا فاش كتجي مثلا كنعطي واحد العدد ولا واحد الشكل المثلثي وغادي نبغي نخرج اكس و ايغريك، يعني مثلا شنو كتقولنا العلاقة؟ ان اللي كان عندك واحد الزد اللي كيساوي هو اغ عامل لكوسينوس ديال تيتا زائد اي سينوس ديال تيتا، وعندنا الزد الشكل المثلثي الجبري ديالنا هو اكس زائد اي ايغريك. اذا شنو كتقول دابا؟ الان لو بغيت نحصل على القيمه ديال اكس شحال هادي كتساوي؟ شوف هنا عندنا سينوس، عندنا كوسينوس ديال تيتا كيساوي اكس على ار، بمعنى ان اكس شنو يساوي؟ هو كوسينوس تيتا مضروب ار، و ايغريك غيجي كيساوي هو سينوس ديال تيتا مضروب R. تلقى من هذه العلاقة مثال، غناخدو مثلا واحد العدد الزد اللي هو ثلاثة عامل، أو نديرو حنا جوج مثلا، جوج عامل كوسينوس ديال بي على أربعة زائد إي سينوس ديال بي على أربعة. اذا هنا شنو الشكل المثلثي ديالنا؟ هو هذا. الان بغيت نحصل على الشكل الجبري ديالنا شحال يجي كيساوي؟ هو اكس زائد اي ايغريك، بحيث اكس شحال تساوي؟ هي جوج مضروبه فاش في الكوسينوس ديال بي على أربعة، و ايغريك غيساوي هو جوج في السينوس ديال بي على أربعة. اذا هنايا بالنسبه لاكس غتولي كتساوي هي جوج كوسينوس بي على أربعة، هي جذر جوج على جوج،
اذا غتمشي لنا جوج مع جوج، وغتبقى لي هي جذر جوج. او نفس القضيه، جوج مضروبه في السيس بي على 4 اللي هي جذر جوج على جوج، غتمشي جوج مع جوج وغتبقى لي هي جذر جوج. وبالتالي انا شنو غنستنتج؟ ان الزد غتولي كتساوي هي جذر جوج زائد اي جذر جوج، لان كانت باقي العلاقه ديالي هو ان اكس ها شحال كتساوي اي جذر جوج. والعكس صحيح عاوتاني، الا بغينا نحصلو على الشكل انطلاقا من الشكل الجذري، نحصلو على الشكل المثلثي، كتمشي تحسب اغ ديالك هو الاول، وكتقسم ديك الساعات على حساب اكس اللي عندك، كتقسم اكس على اغ، وكتحصل على كوسينوس ديال الثيتا، القيمه ديالها شحال كتساوي، وعاد كدير جدول التغيرات بالجدول القيم الاعتيادي باش كتعرف القيمه ديالها بالضبط. في المثال نحدد الشكل الجبري للعدد العقدي الزد، بحيث لارغيمون ديالنا كيساوي هو ناقص بي على 4 و اغ كيساوي 3. عندنا اغ يعني الزد شنو غيكون كيساوي؟ الزد بريم غنسميوه حنا هو 3 عامل الكوسينوس ديال ناقص بي على 4 زائد اي سينوس ديال ناقص بي على 4. اذا في هذه الحاله نحيدو هادي، اذا في هذه الحاله اكس شحال يجي كيساوي؟ اذا الزد بريم غيكون كيساوي هو اكس بريم زائد اي ايغريك بريم. اكس بريم غيساوي شنو؟ هو اغ هو 3 مضروب في الكوسينوس ديال ناقص بي على 4 اللي غتساوي هي 3 مضروبه في جذر 2 على 2، اذا غتساوي هي 3 جذر 2 على 2. هذه بالنسبه لاكس بريم. ايغريك بريم شحال يجي كيساوي؟ هي 3 مضروبه في السينوس ديال ناقص بي على 4، عندنا غتساوي ناقص 3 جذر 2 على 2، حيت السينوس ديال ناقص بي على 4 راه هي ناقص جذر 2 على 2. وبالتالي هنا الشكل الشكل الجبري ديالنا غادي يكون ديال زد بريم يساوي هو 3 جذر 2 على 2 زائد اي، اولا ناقص هنا غتولي ناقص 3 اي اي 3 جذر 2 على 2. اذا هذا هو الشكل الجبري ديالي انطلاقا من الشكل المثلثي، والعكس صحيح، من الشكل الجبري راه كنحصلو على الشكل المثلثي، كنطبقو العلاقات ديالنا وكنحصلو على القيم ديال، عفوا، كنحصلو على القيم ديال بي، القيم ديال تيتا و ار. عفوا، اذا هنا نختموا الفيديو ديالنا ونسالوا في اطراف ثاني التتمه ديال الدرس ديالنا ان شاء الله، وشكرا على التتبع ديالكم، وكنتمنى ان الفكره تكون وصلت وتكونوا فهمتوا.